فالنتاينز مش بس لنا ولكن كمان للحيوانات. رح نشوف اليوم بحالتنا مع مارك كيف الحيوانات بيعبروا عن حبهم للباقيين في طرق مختلفة، طرق شوية غريبة كمان. هاي مارك. هاي تينا. تبا كتير حبيت موضوعنا، رح نحكي عن هالموضوع اليوم والأربعة كمان، يمكن السبت كمان، يمكن حسب السبت. بدل فكنت مثل ما بتقولي انه هو كل حيوان عنده طريقته ليعبر عن حبه وعن مشاعره هيك. الفكره كلها هي انه الموضوع هو انه كل يعني كل حيوان بيلاقي الطريقه اللي بده اياها. انا نقيت اكزامبل عن كل حيوان. نعم. يعني مش رح نشوف اكيد بذات الطريقه، في عدد حيوانات بيعتمدوا هذه الطريقه. في حيوانات اللي بيرقصوا، في الحيوانات اللي مثلا بيستعملوا صوتهم، في منهم حتى بيقدموا كادو. رح نشوف عده طرق بالحلقات اللي رح نعملها. اوكي. رح نبلش نحن باول شيء صور من عندي، رح فرجيك اياهم نشوف اذا انت معقول تحذري شو معقول تكون هذه الصوره. هلا بنشوفها. رح نشوف هون عم تشوفي شيء هيك حد الارض، صح؟ اللي عم تشوفيه هون تينا حد الارض، معقول انت تعرفي شو هو؟ هيك عن بعيد. هو شو؟ اسماك؟ هول فرجيك هيك رح نقرب عليهم شوي اكثر. هون عم نقرب عليهم اكثر. شو عصافير؟ ايه عصافير يلي هن الفلامينغو. اوه ماي جاد. اوكي فهون هلا رح نحضر موفي بعد شوي تقول لك. هيدي بكينيا. بروحوا على هيدا اللاك، واذا رح ارجع افرجيك الصوره قبل لنفهم شو عم بيصير. يعني هون هن بقربوا بصيروا يعملوا اصوات كثير مزعجه، بروح كل شيء ثاني، هن ببطل في حدا بده يعيش مع هالاصوات كلهم تبعهم. هيك هن هونيك بيكون في شغلتين عم بيعملوها، عم بياكلوا نفس الوقت. هلا اذا بنحضر موفي بتشوفي رح يصيروا يمشوا يرقصوا، هن عم بيمشوا كل واحد عم يطلع على الثاني تيفحصوا تينقي اي هو اللي رح يكون. كثير حلو اذا بتشوفيه قدامك. هلا جوزيف حضرنا موفي وبتشوفي، انا حضرها مره قدامي اكيد مش بهيدي الكوانتيتي الكبيره. صوتهم مزعج لدرجه انه ما حدا بده. شوفي رح نشوف هلا بالصوت كيف يعملوا كمان. هلا هن تينا صوتهم هون، هن هلا عم يفحصوا بعضهم كل واحد كيف عم يبرو يمين شمال. This is how they choose their mates. مش معقول قد ايه مهضومين. كثير مهضومين. لوين رايحين هلا هن؟ هن عم بيمشوا، هيدا ريتويال عندهم. سو هيك بيتمشوا مع بعض؟ بيتمشوا مع بعضهم، هن عم بيتمشوا كل واحد عم يفحص الثاني تيشوف اي هو يلي اكثر شيء رح يناسبه. انا بالنسبة لي كوبي كونفورم يعني. اي ما هيك. مش معقول شو مهضومين. شو انسينك ها؟ كثير. مش مهضومين؟ هيدي اول طريقه. هلا انت قلت هلا هن بيكونوا حفظوا يعني؟ ايه لا هن بيكونوا حطوا عينهم على واحد منهم. اكيد. اوكي. فهي مش بس الشكل، اكيد عند الحيوانات في روايح بتطلع عندهم. ايه. وبعدين رح نشوف بعدين مع حيوانات ثانيه وهيك لما بنقوا كمان او الفمال او المي اللي هن بدهم يتجوزوه لنقول، هن بيكونوا عم يفكروا باولادهم. يعني كمان كيف رح يطلع احسن واحد، الامراض ما تجي لعندهم، في كثير قصص يعني هن عم بيطلعوا فيهم. هيدي طريقه يعني بيرقصوا مع بعض ومثل كانه عم بيعملوا رقصه كبيره، وكل واحد بعدين بنقي البارتنر تبعه. هلا عم نضحك نحن بس انه بالزمانات لما نحضر هلا افلام ابيك موفيز بنشوف انه كيف بالزمانات كانوا يرقصوا. اكيد كانوا يشتركوا الصبايا والشباب. أكيد. ما يصير في كلام، بس يكونوا عم بيراقبوا بعض. مزبوط. فرح نضلنا نحن هلا بالرقص، بس رح انا فرجيك كذا صوره من عنده بعدين عم نحضر موفي يلي هو اسمه البيرد اوف بارادايس. طيب اسالك شغله قبل ما عن البيرد اوف بارادايس، هن انا رح فرجيك كم صوره تشوفي قد ايه حلوين. يعني هون كذا نوع بيردز هن، بس اسمهم هيك حلوين. هول عصافير تينا مطرح ما هن عايشين ما في عندهم بريداتور، يعني ما حدا بياكلهم. نايس. فمن دون ما يتخصصوا بالقتل وبالهيك تخصصوا بالجمال. هاو نايس. فكل واحد منهم لقى طريقه ليعيط للشريك تبعه. واحد منهم يلي هو رح نحضر هلا موفي هو يتخصص بالرقص، بس مش حيلا رقصه. رح تشوفي هلا كيف بالموفي رح نحضره قد ايه حلوه هالرقصه. هلا كل واحد بيرد اوف بارادايس عنده طريقته. هون انا رح احكي تقلك شو عم بيصير يعني بالموفي. وبعد شوي بنسمع الصوت لانه بعدين بيكون حلو. هون اول شيء هو بيروح بنقي خشبه وعم بنظف الارض. اوكي. هلا عم نشوفه كيف عم بحضر كل الموضوع وعم بنبش على خشبه كثير حلوه.
لا يطلع لفوق وعم ليك كيف هيدا عم بحفل مطرح ما رح يرقص عم بحضر المنطقه نو واي واو فهلا هون هو عم بيعملون ما في حدا عم يحضره صح لحاله عم بتحضر شوفي كيف عم بيكسر الخشب عم بنظف ما بخلي ولا ورقه كل مهضوم كل الخبريه مزبوطه هون التمرين على الرقصه لا هي التمرين بعد ما شفنا الرقصه لا this is so cute ايه. مثل الفستان هلا شوفي هلا شفتي هو هلا فتح بهالطريقه بعد شوي رح نشوف الموفي كيف يفتح كمان هلا نعرف اذا ذكر او انت هيدا ذكر ما تنفقس كثير بس عند العصافير شو مرتاح مع حاله عند العصافير الكوره دائما احلى لانه هن لازم يجذبوا مزبوط هلا هون خلينا نسمع ونشوف كيف بيعمل عم بعيط له اذا فيكم تسمعونا الصوت هيك كمان نشوف ياي اجت هي جد؟ فتح بطريقة تانية إذا انتبهتي وشوفي شو هيصير هلا هاي من ورا هلا فتح صح شو هيدا؟ ليكي شو عامل من قدام؟ لا كيف تغير شكله من قدام؟ عم بيرقص تفرجيها هو شو عنده كاباسيتيز جماله مهاراته هلا بعد شوي بيرجع بيفتح بطريقة تانية هلا بتشوفي كمان يعني كثير مهضوم بس ايه هولي ليك هلا كيف رجع نزل شفتي كيف من ورا نزل هيك طب ليش شباب ما بيرقصوا هيك للبنات بركي في شباب بهذه الطريقه بيستعملوها لا مش مهضومه هيدا الطريقه الثانيه كمان يعني هذا البيرد اوف بارادايس رح ارجع بس فرجيك صور لنتذكر شو كان عم بيعمل هذا العصفور اذا رح تشوفي كيف بيقدر يفتح هيك ما حكينا بيقدر يفتح هيك بنفس الوقت هو ذاته لهذا العصفور بيقدر هيدا بيرد اوف بارادايس بيرد اوف بارادايس وهي كمان بتكون بيرد اوف بارادايس او لا اكيد ليك شفتي شكلها هي منها كثير حلوه لا عادي لانه منها مضطره يعني بتعرفي في على فكره بهيدا الموفي رفضته ما كمان احنا الموفي ما كفت معه هلا رح نروح من العصافير ونشوف حيوان ثاني كمان كثير مهضوم اللوتر يعني السي اوترز يلي هول هلا كمان بنرجع بنحضر موفي عنهم اللي عندهم شغله كثير حلوه السي اوترز انه بيعيشوا بالمي وبناموا بالمي فالكابلز عندهم ليك شو بيعملوا بهدوا ايدين بعض تما ينجرفوا رح نحضر موفي عن هذا الموضوع وبشوفه كمان شو مهضوم بطنه ايه ليك ده حلوين هذا بس كمان يعني مش ما ينجرفوا هيك ليك شو حلوين هيك بنامه لا شيء كثير مهضوم شيء كثير مهضوم مثل البيبي شكلهم نو واي يا املا شو حلو مهضومين لا بناموا هيك amazing وكان نقدر نحضر كمان غير ايش رح نوقف هون بالموفي كثير مهضومين هو المايك مش مرتاحين كثير نايمين خلص هلا بعد شوي بيوقع هلا لانه قد ما عم بدجوا حدهم بيوقع قد ايه بيناموا بناموا بيطولوا يوثين ايه ايه هيك هن بناموا بس اذا اجت موجه ما هي مشان ما يروحوا بالكره هيك بساعدوا بعضهم اوكي رح نوقف هون الموفي ونروح على نشوف كمان حيوان ثاني الحيوان الثاني رح نشوفه والموفي اميزنج رح يكون رح نحط فيه بعدين الصوت وهيك هن الالباتروس رح نرجع عند العصافير بس هون اذا بدي اقول لك شيء يعني اذا بدنا نحن نقول حيوان كثير بيشبه طريقته وطريقه الانسان من نقل الباتروس ليه من اي ناحيه من ناحيه انه هن بيكونوا صغار ليصير عمرهم 10 سنين ليصيروا بيقدروا يتجوزوا اوكي اول 10 سنين ما فيهم يتجوزوا هلا لما يصير عمرهم 10 سنين بياخذوا كثير وقتهم بس هلا قد بيعيشوا ايه بيعيشوا الباتروس بيصيروا يتطلعوا على الاكبر منهم كيف بيعملوا بيتعلموا منهم بيتعلموا كثير انواع رقص وصريخ وهيك بعدين بنقوا طريقه واحده وهيدي الطريقة بتصير بس لأنهم والبارتنر تبعهم يلي رح يصير فور لايف بيعتمدوها حتى لو ما عاشوا سوا هلا بتشوفها كثير مهضومة بسافر ليشوفها لما يكون بدهم يتجوزوا وبلاقوا بعضهم فرح نهدر موفي أنا نقيت على واحد من الباتروس يلي إجريه هيك شوي مهضومين هلا إذا بنهدر الموفي جوزيف بتشوفها قديه حلوة الطريقة تبعهم للباتروس بس نسمع الصوت بليز نو عم بحبوا بعض هلا احضر احضر شو حلو هيدا يعني هي الفيميل تبعه هي طريقتهم يعني give me five وخبيه يا الله فهولي اثنيناتهم قرروا انه يستعملوا هالوسيله ليعبروا حبهم لبعض وطريقه الضربه وكذا وهيك كل شيء هلا بتشوفي بعد في اصوات ثانيه وفي اشياء هاو كيوت هيك هلا واو ذاتس نيو
مش معقول. هيدا تمرنوا له كثير. مش معقول في لغة يعني. أكيد أكيد. هيدا شيء هن تمرنوا له مع الوقت، ليكي كيف عم يعمل كيف تعمل لاحظتي؟ هو اللي قبل 10 سنين ما قدروا يعملوا هالشيء. كانوا عم يتمرنوا. كانوا عم يتمرنوا. بس بعدين بيطبقوهم وبشيلوا أنه هيدا. ليكي من الريتويال. ليك شو بيطولوا؟ الأصوات كل شيء. الألباتروس ليز إيجز يعني بيبيض. أكيد. سو ممكن يصير شيء بعد هاي الرقصة. 100% ما حطيناهم تعرف ليك الولاد عم يحضرونا. تركنا لهم شوية برايفسي. ما هيك لا أكيد. دونك هيدا الألباتروس. لا الألباتروس في كثير أنواع، أنا نقيت هيدا النوع بس كل أنواع الألباتروس هيك هيدا طريقتهم. مش مهضومين؟ ما في قد ايه بعد عن وقت نفرجي حيوانات تانيين. اوكي رح نروح على حيوان وما رح نحضر موفي عنه يلي هو بتستغرب انه نحكي عنه بهذا الشيء، هي البقره. البقر معروف عنه في دراسات جديده كثير فرجت انه هن كثير بحبوا يكون عندهم او حدا يحبوه او بيست فريند حتى. أوكي. لدرجه انه لما معروف من بقر بيصيروا ستريست ما بقى بيعطوا حليب اذا كانوا عايشين مع بقره او هيك واصحاب معها لنقول وبعدين اخذوهم بطلوا عايشين سوا. فهيدي الدراسه كثير كمان جديده بتفرجي هذا الشيء عنهم. معروف انه البقر بيعملوا بيست فريندز. تخيل شو حلوه الخبريه. فيدال فيدال كمان حلو. هلا رح نشوف البنغوان كمان من دون موفي يلي البنغوان معروف عنهم كثير قصص او المعشو كمان انه هن كمان بيتجوزوا للحياه كمان هن معروف عنهم انه فيدال وهيك. الفكره اللي مش معروفه عنهم كثير انه لما بده يقول لها لمرته اذا بدنا نقول او بده يقدم لها شيء او حتى تيفرجيها انه ما تعطي الهام هو ببلش يعمر بس هو عنده شريك واحد بيكون شريك واحد فببلش هو يعمر العش تبعهم وبعدين بحط فيه حجار هول حجار هول ضرورية يكونوا جوا لدرجه انه بس مصورينهم هيك صور اصلا في موفي عنهم انه بنبش البنغوان تقريبا اوقات نهار نهارين ثلاثه ليلاقي احلى حجره ليعطيها لشريكته بيقدم لها اياها از بروبوزل. نو واي هيدي الصوره بتفرجي. شو مهضومين. هلا في ناس بيقولوا انه مش دائما هو بروبوزل هو لانه حجاره مهمين عندهم بالعش بس هيدا شغله كثير معروفه عن البنغوان انه بيعملوا اكيد. سو نحن يمكن استوحينا منهم. بركة استوحينا منهم. هيدا واحدة من الطرق اللي عم شوفهم. شو مهضومين؟ ما رح لحق نحضر موفي مشان هيك رح خبرك بعد عن حيوانين والأربعة منكمل مع موفيز وهيك. الحيوان اللي رح نحكي عنه هو الجبن يعني أو الجيبو. هيدا كمان معروف عادة إنه السعديين كثير منهم فيدال. ببدلوا كثير يعني هيدا بس 6% من انواع بس 6% منهم معروف انهم فيدال كثير، واحد منهم هو الجيبون. ما ولا مره غير دائما بيكون مع مرته بنطنط بس مع مرته ما بيروح بيطلع شمال اليمين خبريات هيدا المعروف ما بي ابدا ما اوكي ابدا بتعرفي عن السعديين في عكس الباقيين يعني عكس الباقيين هن كلهم معروفين انه بنطنطوا السعديين الا هو معروف عنه لا اكيد في منهم غير بس هو معروف عنه كثير وبيعيش مع عائله مثله مثل الحيوان الثاني بدي احكي عنه يلي نحن بنفكر انه هو مش هيك يلي هو الذئب اللو. الذئب معروف كمان عنه انه بيتجوز للحياه وبدله دائما وبيهتم كثير بالعائله وما بخلي حدا يقرب على العائله تبعهم. هول الحيوانات تبع اللي رح نحكي عنه اليوم. رح نبقى نكمل بعدين بعد في قصص كثير حلوه رح نحكي عن الدب رح نحكي عن الليموريان رح نحكي عن حيوانات يعني عندهم قصص كثير حلوه. Very nice. Very nice subject Mark. لكن رح نكفي موضوعنا الأربعة بنفس الوقت بيأكل رح ناخذ وقفه مشاهدين انا برجع لكم بالكوكينج ضلكم معنا.